السلام عليكم ومرحبا بكم كامل وصحفت لكم ثاني. اليوم الموضوع ديالنا هو على القبائل تاع المخزن ولا العشائر اللي كانوا خدامين عند المخزن تاع الترك ومن بعديك ولاو خدامين عند الفرنسيس. حسب بعض الاحصائيات اللي كانوا داروا الكراغ لهنايا ما كانوش يتجاوزوا 20,000، والجيش الانكشاري كان حوالي 4,000 يعني في الجزائر كامل، والاتراك القوى الضاربه ديالهم كانت توصل لل 12,000 جندي في وقت الحرب. رغم العدد القليل ديالهم الاتراك كانوا تمكنوا به يحكموا كامل كما يقولوا التراب الجزائري، وثاني نكدوا المعيشة تاع الشعب الجزائري بخلاف بعض المناطق الجبلية وثاني في الصحراء اللي كانت يعني كان لها استقلال ذاتي على الحكم التركي. والأتراك ما وصلوا لهذا الحكم الشامل للبلاد كانوا استخدموا الكراغلة، ولا كانوا داروا كما يقولوا داروا نظام اللي في هذا النظام الرأس ديالو هما الجيش الانكشاري ومن بعدهم يجوا الكراغلة. هذو الكراغلة اللي كانوا مقسمين يعني تقريبا مع كل على كل التراب الجزائري، يعني وين تروح كان تلقى كتيبة منهم ولا فرقة منهم في المدن الكبرى الجزائرية. بصح يعني هذا الفرقة تاع الكراغلة ما كانتش يعني كانت واحدة كما يقولوا باه تمشي برك، ومن ثماك كانت القوة اللي كانوا يعتمدوا فوقها هي القبائل الجزائرية ولا الجزائريين واحد اخرين باش يحكموا بهم خاوتهم الجزائرية، وكانوا ثاني يستخدموا سياسة فرق تسد بهما دايم يبقاو في الوجه تاع الحكم. التمركز تاع القبائل المفضلة هذه الغرب الجزائري وكانت اكبر يعني حسب ما كتب هذا ميرسل إمريت في البحث ديالو كانوا تاع القبائل تاع دوير وزمالة اللي كنا تكلمنا عليهم من قبل، وكانوا قدموا الخدمات تاعهم للمستعمر الفرنسي بداية من 1832 من نهار كان تما الجنرال أبوايي اللي كتب في واحد الرسالة ديالو لي بزاف من العرب تاع الزمالة الغرابة البرايجية وحتى الحشم كيف كتب هو، كتب اللي خرجوا من عنده وكانوا واجدين باش يعطوا يد المعونة للمستعمر الفرنسي. نهارات بن اسماعيل ثاني كما كتب ويا هذا كان حاب ينضم ليه، بصح العرب تاع ناس معسكر ما كانوش خلاوه. السبه هنا كامل يعني كما كتب بويا هذا هما ما كانوش راضيين بالحكم تاع الملك المغرب ثماك في الغرب الجزائري. وهنايا في الحقيقه علامات استفهام، وهناك كان هناك روايات اخرى يعني هذه ماشي الحقيقة المطلقة، هذا بحث داروا السيد هذا. وبعد الهزيمة تاع معسكر تاع الأمير عبد القادر يعني بالخيانة تاع الجماعة، الأمير عبد القادر كان تخلى على معظم الرياس تاع قبائل تاع المخزن، والمخزن من ثماك يعني شافوا بلي في صلاحهم هو الانضمام تحت المستعمر الفرنسي، يعني هذاك يخدم المصالح المالية ديالهم. المهم بها ما نطورش عليكم، هذو الجماعة كانوا قبائل تاع المخزن تاع الغرب كانوا انضموا للمخزن تاع الجنرال بيجو اللي كان خصص
قيمة مالية وقيل 30,000 فرنك فرنسي. المصطفى بن اسماعيل باه ينظم كما ينظم روحه. حدود 1842 كان الفرسان تاع المخزن تاع الناحية تاع الغرب كان فيه 3200 فارس، يعني هذو كامل كانوا يتخلصوا من عند القوري. الجنرال بيجو من ثماك كان حب يدير مخزن واحد اخر في ناحية تلمسان، وكان اقترحها على اولاد سيدي الشيخ. بالصح الامر انتهى في الدين قبائل ابني عامر ابني عامر اللي كانت خاذت حساب المخزن من ضواحي تلمسان حتى حدود المغرب. وفي الايالة تاع الجزائر الاتراك كانوا داروا يعني نظام واحد اخر، ماشي كيما النظام اللي كان في وهران ولا في المناطق تاع التتري، يعني كانوا داروا سياسه واحده اخرى. ومن هذه السياسه الفرنسيس كانوا كما يقولوا طلعوا عليها وبداوا بتنظيم الجيش تاع الزواف والجيش تاع الصبيحيه، وكانوا ثاني يدعموا بعض الكونفدراليات تاع العشائر، وكانوا يديروا فيهم مزية، والفرنسيس كان يرد لهم المزية بمزية واحدة أخرى. ولوا للغرب بعد ما نظموا الغرابة تحت الحلف الفرنسي. مصطفى بن اسماعيل ولا يمشي 1600 إلى 1800 فارس تحته، وكان باجو هذا حب يرجع الوقت اللي كان فيه مصطفى بن اسماعيل هذا خادم تاع المخزن التركي. وثاني كان دار مخزن واحد اخر في مستغانم كان فيه 1200 فارس واحد اخر. يعني بين هذا الزوج فرق برك كاين حوالي 3000 جزيري ضد الامير عبد القادر من غير ما تعد القوات الفرنسيه. والاموريسيير كان حاب يرجع الزمان تاع المجد تاع مصطفى بن اسماعيل، نهار كان خدام عند سيادو الاتراك وين كان الغرب الجزيري كامل تحته يخلص الغرامة والعشور للتركي. فرانسيس تمكنوا به يخدموا القبائل تاع العابد، يعني اصحاب البشرة السمراء، وثاني الدوائر بعض القبائل تاع التتري ثاني. ويكتب لك بيجو اوصل واحد الوقت وين بدا يعطيهم واحد فرانك في النهار للخدمات ديالهم، وبدا يعطيهم جائزه تاع 10 فرانك كي يجيبوا له حبسي راجل، 5 فرانك كي يجيبوا له امراه، و3 فرانك نهار يجيبوا له واحد ذري. ومن ثمك هذا المخزن ولا كما يقولوا يصطاد الناس قد ما تجيب اسئله قد ما تدي. في 1842 كان ثماك يعني الفرنسيس تمكنوا يخربوا تقدمت، وكان ثما واحد القابله ولا العشيره اللي يقولوا لهم الاحرار، يعني كي حسب مكتب السيد هذا كان عطاهم الضواحي تاع تقدمت. هذو كان لهم يعني 4000 فارس و 30,000 جمل اللي كانوا ساهموا بهم في الحرب هذه، وهذو كانوا من قبائل تاع التل. كان ختم للمخزن ديالو كان ختم بالقبائل تاع زواتنا اللي كانوا في منطقة يسر ولا في ولاية بومرداس ضربك، اللي كانوا كي يعسوا في منطقة القبائل.
يعني المستعمر الفرنسي كان استخدم نفس السياسة اللي كان ساب الأتراك دايرينها في الجزيرية. في 1843 الفرنسيس كانوا تخلوا على النظام هذا، كانوا نصبوا الشيفان ونصبوا المكاتب العربية لي بيرو عرب. تالي 1852 كان تبقات بعض العشائر ولا القبائل المفضلة عند الاستعمار الفرنسي. بمرور الوقت يعني هذا اللي كانوا دعموا الفرنسيس ومشوا تحته ضد خاوتهم، تم طردهم ثاني من كل الأراضي اللي كان لهم ومن كل الامتيازات اللي كانت عندهم، وقسموها على الجوري ولا على الكولون تاع فرنسا. المهم اللي يحب البحث هذا يقلب عليه ولا يبعث له الرابط، ولا ندير لكم الرابط اللي يحب ينزله، اللي يحب يحوس يلقى، ونخليكم ونتلاقاو في ساعة الخير، ويعطيكم الصحة اللي وصلتوا حتى لهنا.